السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي صالحة شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد المسمن اللي كيجي رائع. بما ان اليوم حنا كنا صايمين فقررت انني ندير هذه الوصفه ونشاركها معكم خوتي. فواحد الوصفه كتجي رائعه ديال المسمن، كيجي زوين مقرمش، تحل فيه عليه تقولي مصوب بالورقه ديال البسطيله بقوه، ما كيجي مقرمش بواحد الحشوه اللي رائعه اقتصادية، والأهم أنها اقتصادية وبنينة. بقاو معايا إن شاء الله نشوفوا الطريقة والمقادير. أول حاجة هنا غادي نحتاج نص كيلو ديال الدقيق، هنا الدقيق الأبيض اللي ديال الحلويات الخاص بالحلويات. غادي نحتاج الماء بارد من الروبيني يعني ماشي دافي. غادي نحتاج لمعلقة كبيرة ديال الخل، غادي نحتاج لمعلقة كبيرة ماء أمراش ديال سنيدة، غادي نحتاج الملحة، وغادي نحتاج الزيت. ها هو غادي نزيدو حتى هو، غادي ندير معلقة كبيرة ديال الزيت. أول حاجة هنا غادي ندير الملحة هي الأولى، غندير الملحة هي الأولى، غادي نزيد سنيدة، غادي ندير معلقة كبيرة ديال الخل، غادي نزيد معلقه كبيره ديال الزيت. هنا كنديروا كاع المكونات كامله، عاد كنبداو نرملوا في هذا الخليط هذا ديال الدقيق. هنا من بعد ما درت المكونات كامله غادي نبدا نرمل في العجين في الدقيق، نرمل فيه مزيان 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 حتى غادي يولي عندي، حتى غادي نتاكد ان راه صافي داك الشيء ديال المكونات اللي درت راهم تخلطوا في الدقيق، ونرجع باش نعجن. صافي ودابا البنات غادي نبدا نعجن. بالنسبه للعجينه البنات خاصها تكون قاصحه، ما تكونش مرخوفه نهائيا، خاصها تكون ما تكون قاصحه، لان غادي نخليوها ترتاح. ملي غنخليوها ترتاح هي غادي ترخف بوحدها. وكما كتشوفوا العجينه خاصها تكون قاصحه بحال هكا، ها هي العجينه راها قاصحه ما رطباش. غادي نبقى هكا ندلك فيها بيديا، وممكن لكم ما تدلكوهاش، ممكن لكم ديروها في بلاستيكه وتخليوها ساعة، لكن انا كيعجبني ندلك، غادي ندلكها ومع ذلك غادي نخليها ترتاح في بلاستيكة لمدة ديال ساعة حتى 45 دقيقة على حسب. وغناخد بلاستيكة وغادي ندخلها هنا البلاستيكة ونخليها لمدة كيف قلت لكم ديال ساعة، ندلك راسها براسها ونرجعو ان شاء الله. وهنا البنات بالنسبة للحشوة، هنا عندي واحد الحشوة اللي اقتصادية ومازال غادي نزيدها الكفتة ديال لاداند. غادي ندير اول حاجه الملحه. هنا عندي خيزو الفلفله والبصله، الا عندكم القرعه الخضراء حتى هي ديروها كتجي زوينه وكتواتى مع هاد المسمن هذا. غادي ندير القياس ديال الملحه، غادي ندير التحميره على حسب اللون، غادي ندير البزار حتى هو القياس، سكينجبير، غادي ندير هنا اللي قلت لكم العطريه ديال السمك اللي كيكون فيها الكروفيت، القشور ديال الكروفيت مطحونين، وان شاء الله غادي مازال غادي نطرقوا ان شاء الله لهذا الشيء ديال العطريه في الايام الجايه ان شاء الله. المهم غادي ندير حتى هي منها، وغادي نكثر لانها كتبنن كتعطي واحد البنه خطيره. غادي ندير واحد شويه ديال الكمون، حنا حيت عندنا مجهد طاحنينو غندير منه غير شويه. غادي نجيب الزيت، ندير الزيت، وغادي ندي هادشي كله يتشحر ونرجعو مع ان شاء الله نشوفو شنو غادي ندير من بعد. وكيف ما كتشوفو غادي نبقى تنشحر هادشي كله يتشحر، عاد باش غادي نزيد عليه الكفته، نزيد عليه الزيت ونربيع. وكيف ما كتشوفو البنات كنبقى هكا نقلب فيها حتى كتذوب البصله وتذوب الفلفله والخيزو كنحس بيه راه داخل الطياب. من بعد غادي نزيد الكفته، الكفته هنا عندي كفته ديال بيبي، والكفته ديال بيبي مع العطريه راه كتبنان. المهم هذه البنات بالنسبه ليا انا اقتصاديه، الا بغيتو نتوما ديروا الكفته ديال البقري اولا الغنمي، الا بغيتو ديروا الكفته ديال الدجاج، كيبقى هذاك الامر يعني كل واحد والمقدوره ديالو. ممكن لكم حتى تخليو غير هاد البصله ولا هاد الخضره وكتاخذوا واحد الحك ديال الحك ديال الطون ديال الزيت، كتصفيوه من داك الزيت وكتزيدوه على هاد الحشوه هذه، راه كتجي زوينه حتى
الفرن. المهم انا غادي نبقى هكا نخمر هذا الشيء حتى غادي تطيب ليا المكونات كامله ونطلعهم. من بعد البنات غادي نزيد هنا هنا راني طفيت البوطه على المقله، غادي نزيد الزيتون هكا. الزيتون راه خديته هكا قرطته، وغادي نزيد الربيع، واحد الكميه مهمه ديال الربيع حتى الاخر. انا ما كنديرش كيعجبنيش ندير الربيع من الاول باش كيبقى ليا هكا كيطلق ليا مازال التنسيمه ديالو، لحقاش مازال المسمن غندخلو الفران وارا ما يطيب داك الربيع. المهم بلا ما نطيبوه من الاول صافي. دابا غادي نخلي هذا الشيء يبرد مزيان مزيان ونرجعو ان شاء الله للعجينه. من بعد البنات غادي نحتاج هنا الزبده، غادي نذوبها خليها تبرد. غادي نحتاج شويه ديال الزيت، وغادي نجي باش نحيد هاد العجينه هذه من البلاستيكه، لحقاش دازت عليها ساعه وغتشوفوها كيفاش ولات. فهي البنات راه كتعجن كدلك راسها براسها، راه كتدلك وكتولي يعني مرخوفه. شوفوا كيفاش كتولي، راه كتولي مرخوفه صافي. هنا غادي ناخذ واحد شويه ديال الزيت في يديا، وغادي نبدا ناخذ منها هكا كويرات صغيورين. غنشوف شحال من كويره غادي تخرج ليا، لحقاش انا القد ديال الكويره غادي هكا نتخيل زعما ديك المسمنه قداش غادي تكون. غادي نبقى حتى غادي نشكل كويرات صغيورين ونرجع معاكم، وغادي نحاول هكا باش ندهنهم هكا بشويه ديال الزيت. هنا راه خرجوا لي 12، بمعنى يعني زعما 12 مسمنه. يمكن لكم ديروا كبر من هكا ويمكن لكم ديروا صغر، شوفوا نتوما القياس اللي غتبغيو. هنا غادي نخليهم هنا يرتاحوا يترخفوا واحد شويه، وغادي نرجع ليهم. بطبيعه الحال غادي نغطيهم. صافي وهنا البنات غادي ناخذ الزيت وغادي نسرح هاد الكره الاولى. غير هو البنات ملي نسرحوها راه خاصها هكا نشوفوا، مثلا انا خاصني هكا نشوف الرخامه فيها، يعني نسرحوها مزيان مزيان رقوها. هذا هو السر باش كتجي مقرمشه وكتبان بحال الورقه ديال البسطيله. خاصنا نسرحوها ونسرحوها مزيان مزيان مزيان، واخا تقطع ماشي مشكل، ولكن المهم هو انه خاصها تكون مسرحه مزيان. شوفوا كيفاش دايره هكا، راني سرحتها مزيان. ما تخليوش الجناب هكا كيبانوا مدقسين، حتى هما يتسرحوا كيف ما قلت لكم. راه واخا تقطع لكم راه ماشي مشكل، لان مازال راكم غطويوها صافي. كيف ما كتشوفوها هي سرحتها مزيان مزيان مزيان. دابا غادي نجيب الزبده وغادي هكا ندوز عليها هكا بالزبده ونطويها بحال هكا، غير بديك الزبده اللي كتبقى في يديا، شويه ديال الزبده، وغادي نطويها ونطويها مقاده، ما نطويش هكا معجنه على بعضياتها صافي كيف ما كتشوفوا. وغادي نحطها وناخذ الثانيه نفس الشكل حتى نكملهم كاملين ونرجع معاكم. من بعد البنات كنجيب الحشوه هنا بعد ما بردات، غادي نحطها هنا. هنا راه تنيتها تبردات تماما. غادي ناخذ القطعه الاولى ديال العجينه اللي غادي نسرحها مزيان مزيان، ضروري انني نسرحها مزيان 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 كيف ما كتشوفوا. خاصكم تسرحوها مزيان، الا سرحتوها مزيان غتحصلوا على عجينه مورقه، ما تخليوهاش غليظه كما كتشوفوا. راه تسرح لكم دغيا ما غاديش
علاش تعطل هكا في التسريح؟ لحقاش راها مرتاحه كما كتشوفوا، ها هي سرحتها راه كتجي بحال لاباط في يدي. هاد الا تقرمشات ب الا ملي كطيب راه كتجي بحال لاباط في يدي. نتوما غادي تشوفوا كيف ما كتشوفوا، ها هي سرحتها صافي. غادي ناخذ الحشوه غنديرها هنا الوسط. الحشوه ضروري كما قلت لكم خاصها تكون بارده باش ما تقطعش لينا الورقه. غنجيبها هنا الوسط كيف ما كتشوفوا. غادي نجيب هاد الجهه هادي نتنيها هكا، وهاد الجهه حتى هي غادي نتنيها هكا، ونبقى هكا كنقرص. فين ما تبان ليا شي هكا شي بلاصه اللي فيها العجينه كثيره نقرصها كيف ما كتشوفوا. وغادي نبدا هكا نلوي بهذا الشكل، وهنا غادي نبقى هكا نجبد، وغادي نوصل حتى لهنا، وغادي نبدا ندير خطوط. ما غاديش نوصل حتى لهنا، غادي غير هنا الوسط ندير هاد الخطوط هادو صافي، وغادي نكمل كما كتشوفوا. كيف ما كتشوفوا غادي نبقى غادا هكا الاولى والثانيه والثالثه حتى غادي نكملهم كاملين ونرجع معاكم. غادي نعاود وحده اخرى، هنا راني سرحتها مزيان مزيان عاوتاني. غادي نبدا هكا نعمر في هاد الجهه هادي. غنقاد هاد الحشوه هادي باش تاخد هاد هاد الشكل هذا، وغادي نجيب هاد الطرف هذا نحطو هكا، وهاد الطرف هذا حتى هو غادي نحطو بنفس الشكل. غادي نبقى نشوف اي بلاصه هكا متراكمه فيها العجينه غادي نحاول باش نسرحها بيديا، وغادي نبدا نتني قاعده. واخا تبان لكم هكا القطعه ماشي مشكل، ندير هكا خطوط ونبقى غادا تابعهم تابع هاد حتى غادي تعطيني هاد الشكل هذا صافي. وغادي نبقى حتى نكمل هاد المسمن ديالي كامل. كما كتشوفوا دابا راني جبدتهم من الفران، غادي هكا نستفو نخليه حتى يبرد. غادي من بعد غادي نحل لكم وتشوفوه كيفاش كيجي. راه كيجي واحد التقرميشه فيه خطيره خطيره، راه بحال راكم دايرينو بالورقه ديال البسطيله، كيجي رائع رائع. غادي نحل معكم وحده باش تشوفوا كيفاش كيجي. شوف كيفاش كيجي هكا من الفوق، شوفوا البنات كيفاش كتجي ديك الورقه، راه كتجي بحال راكم درتوها بالورقه ديال البسطيله. راه مازال سخونه ما قدرتش هكا نبقى نحلها. ما بقى ليا الا نودعكم ونقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في فيديو الجاي على امل اننا ان شاء الله نسمعوا شي خبر زينه، وان شاء الله يا ربي تفك علينا هذه الازمه وتخرجنا سالمين منها يا ربي، باش ان شاء الله نستقبلوا الشهر الكريم وحنا ما عندنا لا ازمات لا مرض لا وباء لا حتى شي حاجه يا ربي يا رب العالمين.
والاهم البنات هو اللي غادي نقول لكم، فانا مبغيتش نفلت هذا الفيديو قبل ما نقول لكم عافاكم، ما تخرجوش للزنقه وما تخليوش والديكم يخرجوا، هذا الشيء اللي غنقول لكم. خليت لكم الراحه ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.